السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 3، الحركة المتسارعة، القسم 2 الحركة بتسارع ثابت، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وسجل وجيب ورقة اللي فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 3. سيدة تقود سيارة باتجاه الغرب على طريق مستقيم بسرعة 23 متر لكل ثانية، فكتبت بي اي وتساوي للسالب 23 متر لكل ثانية، لأن عندك الاتجاهات موجب سالب. وترى أمامها غزالة على الطريق، فتدوس على الفرامل على بعد 210 متر من الغزالة. دلتا إكس تساوي سالب 210 متر. إذا لم تتحرك الغزالة وتوقفت السيارة قبيل أن تصطدمها بفاينل صفر، فما مقدار التسارع الذي نتج عن فرامل السيارة؟ رمز التسارع سمول. بتجيب الورقة اللي عندك وبتختار المعادلة المناسبة اللي بتغطي المعطيات والمطالب. أي معادلة هنختار؟ هذه المعادلة. ما المجهول؟ العجلة. لذلك لازم نرتب المعادلة. نقلنا بي اي تربيع لعند بي فاينل تربيع، صارت بهذا الشكل. بدنا نحن اي وتساوي بي فاينل تربيع ناقص بي اي تربيع على 2 دلتا اكس، ومنعوض بالاتجاه والمقدار ووحدة القياس. يعني السالب هنا هي اتجاه، و23 مقدار، ومتر لكل ثانية وحدة القياس. السالب هنا اتجاه، و210 المقدار، والميم المتر وحدة القياس. بتطلع العجلة A وتساوي موجب 1.3 متر بكل ثانية. الإشارة الموجبة تعني اتجاه العجلة شرقا عكس اتجاه الحركة اللي كان غربا. وفي رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.